لو عندك ايفون مقفول اي كلاود، فدلوقتي تقدر تعمل تخطي او الغاء الاي كلاود منه، وتقدر تشتغل بيه اتصال وشبكة. حاليا بيه مدعوم اي او اس 15 من اول ايفون 6 اس حتى ايفون اكس. وقبل اي حاجة ممكن نعملها، لازم تعمل تشيك للايفون اول على الشريحة، يعني هو جايب كلمة هلو عندك او جايب مرحبا، فلازم نحط شريحة في الايفون ونتأكد انه جايب شبكة. تاني حاجة تفتح برنامج سيريو تولز، وتروح تاخد السيريال نمبر او الايمي. بعد كده تروح على الموقع اسمه ايون لوكر، قرر ونعمل تشيك اي كلاود. اذا الجهاز مدينا ان هو كلين فكده نقدر نشتغل فيه، لكن لو ظهر قدامنا اللي هو لوست فكده احنا بنرفض الاجهزة دي. لازم يكون الجهاز كلين عشان نقدر نقدم الخدمة ليكم. هنروح نبدأ نحمل اداء فاير موفر برو، ونمصر فيها الايفون، وهنشوف هنا الايفون بتاعنا انه مش عليه جيري بريك عشان نعمل تشيك عليه اللي هو هل هينفع ولا لا. هنروح نعمل الجيري بريك الاول. الجيري بريك ده حتى اي او اس 14.8، لكن بنستخدمه مع الاي او اس 15، بحيث بيتعمل كيعتبر نص جيري بريك، بحيث ان احنا نعمل بيه تشيك على الاداء ونشوف هو مدعوم تخطي ام لا. بعد لما الجهاز يخلص جيري بريك، اول ما تظهر الرسالة دي اللي هو بيقول لك ان الديفايس بتاعك سبورت سيجنال بايبس، يعني كده مدعوم بشبكة، فكده هتقدر تتواصل معانا. هتاخد الاول حاجة السيريال نمبر بتاعه او السيريال، وتبعته لنا على السوشيال ميديا تبعنا سواء كان فيسبوك او واتساب، وهنقول لك تمن التكلفة كام، وبعدين هنفعل لك السيريال على الاداة. بعد ما يتم التفعيل هنروح نعمل جيري بريك كمان عن طريق الاداة، وهيكون متاح انك هنا تعمل جيري بريك كامل، لان احنا كده بيكون مفعلين السيريال نمبر تبع الجهاز على الاداة، وكده تقدر تعمل جيري بريك للاي او اس 15 على الاداة بجيري بريك اي او اس 14.8. ان احنا هنا بنشتري الجيري بريك وبنشتري التفعيل مع بعض، يعني احنا بنشتري الجيري بريك والتفعيل للجهاز ده فقط، يعني مينفعش جهاز ثاني يدخل على اداة وتعمل جيري بريك، لا لازم نفس الجهاز ونفس السيريال اللي بيكون على الجهاز. وبخصوص ايفون 8 و 8 بلس وايفون اكس، هينزل لهم اي او اس 16، فتقدر تعمل تحديث من التليفون نفسه، لكن ما بتفرمتش الجهاز او تعمل له تحديث عن طريق الكمبيوتر، لازم تحدثه عن طريق الموبايل نفسه عشان يبقى شغال معاك طبيعي واي او اس 16 عليه. كده تم تعملية الجيري بريك، وهتروح هنا نفس الموبايل ونركبه تاني، هتلاقي كلمة اكتيفيت ظهرت قدامنا، هتدوس على اكتيفيت، وكده هتتم عملية الاكتفاء بشكل طبيعي وبدون اي مشاكل. والجهاز هياخد معاك حوالي دقيقتين هيرستر ويرجع يشتغل، وهتكمل خطوات بشكل طبيعي جدا، وهتشوف وهتلاقي الجهاز شغال بشبكة طبيعي بدون اي مشاكل. تقدر تتواصل معانا عن طريق صفحتها على الفيسبوك او رقم واتساب هسيبه لكم في الديسكريبشن، لو انت عايز تشتري الخدمة او تستفسر عن اي مشكلة عندك سواء في اجهزة الايفونات او الاندرويد، او محتاج فلاشات معينة ومتاحة مجانية، هنقدر نساعدك. كده وصلت لنهاية الحلقة بتاعتي، والسلام عليكم ورحمة الله.